الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله في اللقاء العاشر من محاضرات أحكام الأسرة، والتي نتناول فيها في هذه المحاضرة والمحاضرات التي مضت أنواع الفرقة. نحن تحدثنا سابقا أن أحكام الأسرة تنقسم إلى قسمين: أحكام الاجتماع وأحكام الافتراق. أحكام الاجتماع يتعلق بها يعني أحكام الخطبة وأحكام العقد والحقوق الزوجية وما إلى ذلك، التي عبرت عنها يعني من ناحية إدارية أن الخطبة هي عبارة عن دراسة جدوى، ثم العقد هو إبرام عقد النكاح لإنشاء هذه المؤسسة، ثم الحقوق الزوجية هي تصب تحت دائرة دستور الأسرة أو ضمن ما أسميها أنا النظام الأساسي لهذه الأسرة في الإسلام. ثم أخذنا كما يعني في هذه المحاضرة والتي قبلها والتي قبل بداية أحكام الافتراق، يعني إذا أراد أحد طرف يعني طرف من أطراف التي أبرمت العقد في هذه الأسرة أن يفك عرى هذه الأسرة وأن ينهي هذه المؤسسة، في هذه الحالة يعني الله عز وجل أعطى الزوج حق يسمى الطلاق، وأعطى المرأة حق يسمى الخلع، وأحكام أخرى ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. أخذنا أنواع الطلاق باعتبارات مختلفة، اليوم سنأخذ أنواع الطلاق باعتبار صفته الشرعية وأثره بعد الفرقة. سنتحدث هنا عن أنواع الطلاق باعتبار صفته الشرعية وأثره بعد الفرقة، يتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين. يعني الآن بهذا الاعتبار الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. ينبغي أن ننتبه هنا إلى قضية مهمة، وهي أن السنة والبدعة هذه تكون غالبا في العبادات ولا تكون في المعاملات. يعني هذه المسألة الوحيدة التي نطلق فيها على مسألة من مسائلها أنها سنية أو بدعية، وإلا الأصل أن البدعة لا تكون إلا في العبادات. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يقول: طريقة في الدين، عندما يعرف البدعة يقول: طريقة في الدين مبتكرة أو مخترعة يقصد بالسلوك فيها المبالغة في التعبد. إذن على الصحيح عند المحققين البدعة لا تكون إلا في أمور العبادات، والعبادات هي المباني الأربعة التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، والأحناف أضافوا أيضا الجهاد. إذن البدع تكون في العبادة، لكن هذه هي المسألة الوحيدة في المعاملات التي نطلق عليها يعني طلاق سني وطلاق أيضا بدعي، لأنه حصل فيها يعني خلاف كبير بين العلماء. والعلماء أرادوا هنا فقط أن يوضحوا أن هناك طلاق يجوز نسميه الطلاق السني، وطلاق الأصل أنه لا يجوز، أنه محرم، لا ينبغي أن يطلق الإنسان في حالات معينة، فسمي طلاق بدعي لأن الطلاق السني هو الذي سيأتي معنا. إذن الطلاق السني ما هو؟ الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع وفق مراد الشرع. طيب ماذا أراد الشرع؟ يعني الله عز وجل جعل الطلاق نظام. العلامة الكبير أحمد شاكر عليه رحمة الله في كتاب له يسمى نظام الطلاق في الإسلام يقول أن الله عز وجل وضع للطلاق نظاما، ليس هكذا يعني بهذه الصورة من أراد أن يوقع الطلاق بأي طريقة، وإنما هناك نظام معين ينبغي أن يسير عليه الإنسان عندما يريد الطلاق. ما هو هذا النظام؟ تطلق طلقة أولى، ثم تعتد هذه المرأة، لك في هذه يعني الفترة أثناء عدتها أن تراجعها، ولك أن لا تراجعها. إذا راجعتها فهي زوجتك، وإذا لم تراجعها ولا تحتاج إلى شيء عند مراجعتها، وإذا لم تراجعها وتركتها حتى انتهت العدة ثم بدالك أن تراجعها مرة أخرى، ففي هذه الحالة أصبحت خاطبا من الخطاب، يعني تخطبها، ويعني إذا أردت أن تتزوج بها فبمهر جديد وعقد جديد. إذن هذا الخطوة الأولى. في الطلاق الثاني نفس الكلام، لو وقعت لو أعدتها مثلا ثم طلقتها مرة أخرى نفس الكلام، تعتد ثم يمكن أن تراجعها في العدة أو تراجعها بعد العدة بمهر جديد وعقد جديد. ثم لك المهلة الثالثة والأخيرة، وهي أنك إذا اختلفت معها وطلقتها في هذه الحالة يعني كأن الخصام والخلاف بينكما لم يعد طبيعيا وإنما أصبح مستفحلا وأصبح شديدا، فلا بد من يعني أن تكون العقوبة أكثر، فلا يجوز لك أن تتزوج بها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا حقيقيا ثم تعيش معه، ثم بدا لهما أن يحصل بينهما الطلاق بصدق حقيقة يعني، وليس من أجل تحليلها لزوجها الأول. في هذه الحالة لو أنها طلقت من زوجها الجديد وبدا لكما أنه يمكن أن تستقيم العلاقة مرة أخرى، فلو فكرتما بالعودة فمعناها أنه لا زال هناك نوع من الحب ونوع من الاحترام بينكما، فيمكن أن تعود إليها بطلقات جديدة. يعني الآن لو طلقتها الطلقة الأولى ثم بانت منك وتزوجت من شخص آخر، إذا عادت إليك بعد هذا الشخص، طلقت وعادت إليك بعد هذا الشخص، ستعود إليك بطلقتين، وإذا طلقتها مرتين وانتهت عدتها وزوجت بزوج آخر ستعود إليك وبقي لك طلقة واحدة فقط.
لكن إذا طلقتها الطلقة الثالثة وتزوجت بزوج آخر زواج حقيقي ثم طلقها طلاقا حقيقيا وتزوجتها مرة أخرى فستعود إليك بثلاث طلقات. إذن هذا هو نظام الطلاق في الإسلام. العلامة أحمد شاكر رحمه الله يقول يعني كون الإنسان يطلق مثلا ثلاث مرة واحدة، كون الإنسان مثلا يطلق في طهر لم يمسها فيه، هذه كلها طلاقات يعني ليست من النظام الذي حدده الإسلام، فهي طلاق بدعي. إذن الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على مراد الشارع، والطلاق البدعي هو الذي وقع على غير مراد الشارع، وسيأتي معنا. طيب ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني هو أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، يعني تكون قد انتهت يعني عادتها الشهرية مثلا، إذا كانت تعتد بهذه، عفوا ليست عدة، وإنما يعني امرأة مثلا جاءها الحيض، انتهت من حيضها، طهرت من حيضها، ثم لم يجامعها في هذا الطهر وطلقها، هذا طلاق سني. لماذا؟ لأنه الآن متأكد أن رحمها ليس فيها إيش طفل وليس فيها شيء. هذا النوع الأول، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا النوع الأول من أنواع الطلاق يعني السني. طيب أو هو الطلاق هو النوع الوحيد، يعني يطلقها طلاقا في طهر لم يمسها فيه، هذا هو الطلاق السني. طيب فإذا طلقها طلاق في طهر مسها فيه، أو طلقها في حال الحيض، أو طلقها في حال النفاس، هذا سيأتي معنا أنه طلاق بدعي. طيب الطلاق السني ما حكمه؟ خلاص اتفق العلماء أنه من طلق زوجته طلاقا سنيا بهذه الصورة في طهر لم يمسها فيه، فمباشرة يقع الطلاق إذا كان طلاقا صريحا وتترتب عليه آثاره الشرعية. ما الدليل على الطلاق السني؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لمبتدأ إيش عدتهن، بعد أن تطهر طهر ولم تمسها فيه في هذه الحالة إيش تطلقها. طبعا إذا كانت حامل يجوز لك أيضا أن تطلقها، لكن بعضهم يرى أن هذا طلاق سني، بعضهم يرى أنه لا يتعلق بطلاق الحامل، يعني لا 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 يسمى لا سنيا ولا بدعيا. إذن هذا النوع الأول من أنواع يعني الطلاق. ما الدليل أيضا على أن هذا الطلاق السني؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلق امرأته وهي حائض طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، جاء إلى أبيه، فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، أي مر ابن عمر، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، لاحظوا كلمة قبل أن يمس، يعني في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لاحظوا هذه العبارة: تلك العدة التي أمر الله. إذن هذا هو الطلاق السني الذي لا ينبغي أن يطلق فيه الشخص، لا أن يتعدى ويطلق في حال الحيض أو ما إلى ذلك. إذن هذا النوع الأول الذي هو الطلاق السني. عندنا كما ذكرت لكم طلاق الحامل أو الآيسة، الحامل التي في بطنها جنين، الآيسة هي التي بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض، الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، هؤلاء ليس في كما ذكرت لكم، كثير من العلماء يقول ليس في هذا يعني طلاق سني وطلاق بدعي، لا نستطيع أن نطلق هنا لا طلاق سني ولا طلاق بدعي، وذلك من جهة الوقت، لأن العدة لا تطول بالنسبة للآيسة والصغيرة كونها تعتد بالأشهر، وكذلك الحامل التي استبان حملها، وأما غير المدخول بها فليس عليه لها عدة أصلا. إن طلقتم من قبل أن تمسونها فليس من عدة تعتدونها، يعني ليس هناك عدة على المرأة التي طلقها قبل أن يدخل بها، لأنه يعني لا نشك هنا يعني كونه حامل أو ليست بحامل لأنه لم يدخل بها. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: ليس في طلاقهن، يعني الذي هي الحامل والآيسة والصغيرة، لا سنة ولا بدعة من جهة الوقت، في قول أصحابنا وهو مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم. إذن هذا الطلاق الأول، النوع الأول هو الطلاق السني. النوع الثاني من أنواع الطلاق وهو الطلاق البدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي هو أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه، هذا أولا، يعني تكون قد طهرت من الحيض ثم جامعها وطلقها، هذا طلاق بدعي لأنه طلقها في طهر مسها فيه، لو لم يكن قد مسها فيه فهو طلاق سني. إذن النوع الأول أن يطلقها في طهر مسها فيه. النوع الثاني أن يطلقها وهي حائض أو نفساء. فإذا طلقها في طهر مسها فيه، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، في هذه الحالة يسمى هذا الطلاق طلاق بدعي.
إذا قال صورته أن يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامع عافي أو يوقع الثلاث مرة واحدة أيضا. لو قال لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ألف، أنت طالق 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 مرة واحدة، هنا يعني السؤال هل يدخل الطلاق على الطلاق يعني، أم أن الطلقة الأولى لابد أن تعتد أولا ثم الطلقة الثانية كما ذكرت لكم نظام الطلاق في الإسلام كما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله. إذا الطلاق البدعي أنواع: أن يطلقها في طهر مسافي، أن يطلقها وهي حائض نفساء، أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة، هذا كله يسمى طلاق بدعي. طيب ما حكم الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي محرم، الطلاق البدعي محرم، يعني لا يجوز، يحرم على الرجل أن يطلق المرأة في طهر مسها فيه، أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي نفساء، أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة، هذا هو الأصل فيه التحريم. لكن العلماء اختلفوا، قالوا نعم هو محرم عند الجميع، لكن لو أنه أوقعه، يعني لو أنه قال هذا الأمر، طلق وهو إيش يعني طلاقا بدعيا، طلقها وهي في طهر مسها فيه، طلقها وهي حائض وهي نفساء، طلقها ثلاثا مرة واحدة، هل يقع الطلاق أم لا؟ هذه المسألة طبعا أخذت في التاريخ الإسلامي حيز كبير وخلاف كبير جدا حولها، وصراع يعني بين العلماء، وبعضهم سجن من أجل مخالفة الجمهور في هذه القضية. جمهور علماء قالوا الطلاق محرم، الطلاق البدعي محرم لكنه يقع. هؤلاء من هم؟ الأئمة الأربعة: الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، على هذا القول. بعضهم ادعى فيه ليش الإجماع، والصحيح طبعا ليس فيه إجماع. طيب هذا الأول. الرأي الثاني وهو يعني أن إذا طلقها طلاقا بدعيا فهو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فبما أنه بدعة وهو محرم لا يجوز أن نوقع المحرم على المرأة فلا يقع الطلاق. طبعا هذا الرأي هو رأي طاووس ورأي ابن حزم، وكذلك اختاره ابن تيمية وابن القيم، وكثير من المتأخرين مالوا إلى هذه القضية أن الطلاق البدعي لا يقع، بينما جمهور العلماء هذا ما ذكرت لكم ومنهم الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي يقع. طيب عندنا قضية أخرى وهي ما حكم المراجعة من طلاق محرم؟ يعني الآن طلقها طلاق محرم الذي هو الطلاق البدعي، ما حكم مراجعتها؟ جمهور العلماء قالوا هي مستحبة، يعني يراجعها، يستحب له أن يراجعها إذا طلقها طلاقا بدعيا، حملا للأمر الوارد في الحديث على أقل أحواله وهو الاستحباب الذي هو حديث ابن عمر مره فليراجعها. لاحظوا مره فليراجعها هنا فعل الأمر، قالوا نحن نحمل هنا الأمر على أقل أحواله وهو الاستحباب ولا نحمله على أكثر أحواله. المالكية قالوا الرجعة واجبة ويجبر المطلق عليها، وبه قال ابن حزم الظاهرية وهو ظاهر الأمر كما ذكرنا حديث ابن عمر مره فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فقالوا نحن نأخذ بالظاهر الأصل في الأمر الوجوب، نحتاج إلى صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب. إذن هذا هو ليش يعني هذه هي يعني الأنواع: الطلاق السني والطلاق البدعي. سنتناول هنا أنواع الطلاق باعتبار أثره بعد الفرقة، يعني الآن بعد أن طلقها هناك أنواع للطلاق ينبني عليها الآثار. ما هي الآثار التي تنبني بعد الطلاق؟ يعني كونه يراجعها، كونها تبين منه بينونة صغرى، كونها تبين منه بينونة كبرى. العلماء جعلوا الطلاق نوعان: الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي المقصود بها كل طلاق يملك الزوج فيه الرجعة على زوجته، إذا طلقها الطلقة الأولى ثم اعتدت هنا طلاق رجعي، لأنه يستطيع أن يراجعها من دون مهر ولا عقد، وهي لا زالت زوجته ولا يجوز خطبتها في هذا وهي معتدة لأنها لا زالت زوجته. إذا طلقت الطلقة الأولى إذن وهي معتدة يجوز له أن يراجعها، إذا طلقت الطلقة الثانية وهي معتدة جاز له أن يراجعها من دون مهر جديد ولا عقد جديد ولا بإذنها أصلا. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجته في هذه الحالة. إذن هذا النوع الأول وهو يعني الطلاق الرجعي، ما حكمه؟ حكمه كما ذكرنا إذا طلقها ثم اعتدت جاز له أن يراجعها، إما بالقول وإما بالفعل وإما يعني النية. بالقول العلماء متفقون كلهم على أنه يراجعها بالقول، يقول راجعت زوجتي، وإما بالفعل هنا محل الخلاف بين العلماء، هناك من يرى أنه يجوز المراجعة بالفعل كان يأتي ويجامعها، وبعضهم يرى أنه لا تحصل المراجعة بالفعل، وبعضهم يرى أنه تحصل المراجعة حتى بالنية إذا نوى أن يراجعها حتى وإن لم يكلمها فهي إيش تعتبر مراجعة. إذن إذا طلقها وهي معتدة ما الحكم؟ الحكم أنه يجوز له مراجعتها من دون مهر ولا عقد ومن دون إذنها، ويراجعها بالقول عند الجميع، ويراجعها بالفعل على خلاف وكذلك بالنية.
إذن هذا النوع الأول هو الطلاق الرجعي. النوع الثاني وهو الطلاق البائن، والطلاق البائن طبعا ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى هو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم تعتد ولا يراجعها أثناء العدة حتى تنتهي. فإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو العدة من الطلقة الثانية ولم يراجعها تصبح الآن بائن بينونة صغرى. ما معنى بائن بينونة صغرى؟ يعني يمكن أن يراجعها بمهر جديد وعقد جديد. إذا أراد أن يراجعها لا بأس أن يراجعها، لكن نحتاج هنا مهر جديد وعقد جديد، ويكون بإرادتها ورغبتها إن أرادت أن تعود، فهو واحد من الخطاب. إذن هذا الطلاق بائن بينونة صغرى. ما حكمه؟ كما ذكرنا حكمه أنه لا يستطيع مراجعتها إلا بمهر جديد وعقد جديد وبرضاها. طيب البائن بينونة كبرى، البائن بينونة كبرى هو أن يطلقها الطلقة الثالثة فتعتد بعدها، لا ما حكمه؟ حكمه أنه لا يستطيع الزواج بها حتى تنكح زوجا غيره زواجا حقيقيا وطلاقا حقيقيا. طيب يعني الطلاق البائن الذي هو الصغرى وكبرى باتفاق الفقهاء كما ذكرنا له إيش حالات نعيدها سريعا. الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول الحقيقي ويكون بائن ولو حصلت خلوة لأنها ليست بدخول حقيقي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه حالة، يعني إذا طلقها قبل الدخول بها. الثانية إذا كان الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة، إذا كان الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة هذا يسمى إيش؟ يسمى خلع، كان تستحيل العلاقة بينهم، وسنتحدث عن هذا الموضوع. الثالث إذا كان الطلاق مكملا للثلاث، وهذا الطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. طيب عندنا حالات حصل فيها خلاف، هناك حالات حصل فيها خلاف بين الفقهاء، هل هو طلاق أم فسخ؟ مثلا عندنا الحالة الأولى الفرقة بسبب العيوب المخلة بالعشرة. عند الأحناف والمالكية الطلاق بائن ولا يوقعها إلا الحاكم، وتكون هذه الحالة الرابعة من حالة الطلاق البائن، بينما الجمهور يرونها فسخا لا طلاقا. يعني جمهور العلماء يقولون إذا كان الطلاق بسبب العيوب المخلة في هذه الحالة عند الجمهور يقولون هذا فسخ وليس طلاق. عند الأحناف المالكية يقولون لهذا طلاق بائن بينونة صغرى. عندنا أيضا حالة أخرى حصل فيها خلاف، وهي الفرقة بسبب العجز عن النفقة والإعسار بالصداق. يعني إنسان لما يعد يستطيع أن ينفق عليها، أو أنه يعني وعدها بمهر ووافقت أن تؤخره وأعسر به. الجمهور يقولون هذا فسخ وليس بطلاق، والمالكية نفس الكلام يقولون هذا يعني طلاقا إيش رجعيا. عندنا حالة ثالثة وهي الفرقة بسبب غيبة الزوج. إذا غاب الزوج ما هو يعني ماذا يعتبر هذا؟ الجمهور أيضا أنه فسخ لا طلاق، والمالكية قالوا يعتبر طلاق بائن. إذن تلاحظوا الجمهور في هذه الحالات كلها يعتبرون هذا فسخ. الفرقة بسبب الإيلاء، الجمهور قالوا هو طلاق رجعي سواء أوقعه بنفسه أو أوقعه الحاكم. الحنفية قالوا لا طلاق بائن بينونة يعني صغرى. إذن تلاحظوا أن الجمهور في حالة الطلاق بسبب فرقة، بسبب غيبة الزوج، بسبب الإعسار، بسبب العيوب يعتبرون هذا فسخ، بينما في الإيلاء يعتبرونه طلاقا رجعيا. إذن هذه هي الحالات التي يعني تحدث عنها العلماء في أنواع الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. سنتناول هنا حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. لو قال لها أنت طالق طالق طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، هذا قد ذكرنا أنه طلاق بدعي وأنه محرم، لكن جمهور العلماء يعني يقولون الطلاق البدعي وإن كان محرما لكنه يقع. وعلى هذا هنا الأئمة الأربعة نفس الكلام، الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة يقولون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يوقع الطلاق ثلاث مرات وليس مرة واحدة فقط. بينما الزيدية المذهب الزيدي وهو الذي مال إليه يعني ابن تيمية وابن القيم وكثير من المتأخرين يقولون أنها تقع طلقة واحدة فقط ولا تقع ثلاث طلقات، وهناك خلاف كبير جدا. القانون اليمني رجح القانون اليمني أن الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقة واحدة، رجح مذهب الزيدية هنا في المادة رقم 64. في حقيقة الأمر هذه المسألة نعم حصل فيها خلاف كبير، لكن إيقاع الثلاث طلقات مرة واحدة هذا فيها إشكالية كبيرة. الصحيح أنه عندما قال لها أنت طالق، إذا قال لها طبعا أنت طالق ثلاثا، لكن لو قال أنت طالق طالق طالق، عندما يقول لها الأولى أنت طالق، الطلقة الثانية وقعت في لا محل لأنه قد طلقت بالطلقة
الأولى، لكن عند جمهور العلماء الطلاق يقع على الطلاق، يعني يدخل مع الطلاق لا بأس، بينما عند المتأخرين وكما ذكرت لكم ابن تيمية وابن القيم والزيدية يقولون أنه تقع طلقة واحدة فقط. طيب ما حكم الطلاق المتتابع في مجلس واحد أو مجالس متعددة ولم تتخلله رجعة؟ يعني لو قال لها أنت طالق 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 بألفاظ متتابعة، هنا كما ذكرنا يعني الجمهور العلماء يقولون الطلاق يقع على الطلاق، بينما الزيدية وغيرهم يقولون لا يقع الطلاق على الطلاق. القانون اليمني جعل الطلاق لا يتبع الطلاق إذا لم تتخلل الرجعة، ففي المادة 63 الطلاق ولا يتبع الطلاق ما لم تتخلل الرجعة قولية أو فعلية، وهذا هو مذهب الزيدية وهو الذي مال إليه كثير من المتأخرين، وهو رأي أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، لأن هذا هو الطلاق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا نكون قد تحدثنا عن كثير من أحكام الطلاق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.